ينضم إلينا الآن رئيس مجلس محلي جلجوليا الأستاذ درويش رابي. مساء الخير، تحياتي. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية وقبل كل شيء، طمنا على صحتك أستاذي. الحمد لله صحتي تمام، ما فيش عندي أي عوارض، وأنا زي البوم. كيف يعني، وين تمت الإصابة أو وين كانت الشكوك؟ شو اللي صار معك خلال الأيام الأخيرة؟ الأحداث الأخيرة في البلد وبشكل عام في المجتمع العربي هي موجة الأعراس اللي كانت. أعتقد أنه هناك كانت الإصابات في آخر 10 أيام، كان عندنا أعراس، يصير الإشي ينتشر يعني، وما نقدرش عندنا مقاومة زي ما كان عندنا المقاومة في الموجة الأولى. هذا بيقول أنه نجحنا في المقاومة. نعم، هذا بيقول أنه الأعراس يعني كانت بعيدة عن الالتزام بالتقييدات ووجود الكمامات وكل ما إلى ذلك. صحيح، لأنه إحنا شعب حميمي وبنحب بعض وعندنا عاداتنا وبدنا نجامل بعض، وهذه صفات إيجابية كما يبدو أنها يعني لازم شوي نتخطاها في الظروف الحالية اللي إحنا عايشين فيها، وتمنى نمرك هذه الأزمة يعني. لابد من إشي يعني، إشي في ضرورة في أضر، كان يعني يبدو أضر إنه شوي نتخلى عن عاداتنا القيمة المنيحة بالفترة اللي احنا عايشين فيها هاي. يعني وكأنه تم وصف رد الفعل الاجتماعي في مجتمعنا العربي عموما، وربما يكون في على دائرة أوسع من ذلك، ربما في البلاد، إلى نوع من اللامبالاة. هل ترى أن هناك لامبالاة يعني تستحق هذا التوصيف؟ شيء طبيعي لما ليش مد، وكان خذ في جلجولي مثلا كان 13 حالة إصابة ونزل لصفر، والناس طمأنت إنه شيء عادي. الموجة الثانية أجت هيك مرة واحدة، يعني إحنا خلال يومين كان عندنا 12-13 واحد، واليوم يمكن العدد يقترب على 20. فالإشي هي لا مبالاة من طبيعة البشر يعني، كلنا بشر، بس برضو الحكومة بهمش، السلطة المركزية ما أخذتش إجراءات كما يجب يعني، هي برضو ما أخذتش، ما تركتش يعني، ما حددتش المحلات اللي ممكن يكون فيها انتشار الوباء وحطت لها تحديد. يعني حكمت انه 250 واحد، بعدين قالت 50، اليوم بتقول 20. يعني حتى الحكومه مش عارفه تتخبط في قراراتها. نعم، كسلطه من هذه المنظومه بالضبط، بس كسلطه محليه استاذ درويش، يعني كيف تعملون في جلجوليا في المثلث الجنوبي عموما للحد من انتشار هذا الوباء؟ زي ما ذكرت في البدايه، احنا نجحنا بشكل قوي في الموجه الاولى، وكان عندنا متطوعين وكانوا موجهين، كانوا أطباء، وكنا مقيدين كل الأمور كما يجب، وننساش أن المدارس كانت مسكرة، وال 70% من العمال قعدوا، فصار نوع من السيطرة. أما بعدها لما السوق رجع يشتغل كما يبدو أنه ضروري يرجع يشتغل، والمدارس ضروري ترجع تشتغل، فصارت نوع من الفلتان. وأعتقد أنه في منطقة هي بكت في المدارس والأعراس اللي ممكن لو أنه اتخذت طرق وقاية أكثر، خطوات وقاية أكثر، بس طبعاً هذا بدها تكون متخذة من خلال المسن المشرع القانوني. المشرع ما خدش في الاعتبار هذه الأمور، وكما يبدو الأمور فلتت من إيديه. هل تعتقد أستاذ درويش أنكم يعني من الممكن أن تتخذوا إجراءات خاصة في جلجوليا حتى لو السلطة المركزية لم تتطلب ذلك أو لم تفرض ذلك؟ مع كل الألم اليوم احنا قررنا انه نوقف مخيمات الصيفيه، لانه صار بس ارتباك، مش لانه انا اعتقد انها بكت لازم تستمر يعني قناعتي، ولكن الارتباك اللي صار اضطرينا انه نعلن عن ايقافها في الوقت الحاضر. نعم، رغم انه حسب رايي هي شيء ضروري ومنيح يكون، لانه الخطر على الاولاد في الشوارع مش اقل من خطر الكورونا يعني. استاذ درويش، نعم، فرغم ذلك احنا اتخذنا هذا القرار برضه نتيجه الارتباك اللي موجود في الشارع. استاذ درويش رابي رئيس مجلس جلجوليا المحلي، شكرا لك. الجميع مرتبك ربما، لكن علها تكون قرارات سليمه وفي محلها.